بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. لما أكمل المصنف رحمه الله كتاب الصلاة بجميع فروعه وبجميع أقسامه، انتقل إلى العبادة الثانية ألا وهي الزكاة، والذي عليه المصنفون قاطبة على أنهم يتبعون كتاب الصلاة بكتاب الزكاة، فيتفق المحدثون والفقهاء على هذا الترتيب في التصنيف، خاصة في هذا المجال الذي هو مجال العبادة. ومستندهم في ذلك حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فبعد الشهادتين قال الصلاة ثم الزكاة. فلهذا يتبع باب الصلاة بكتاب أو بباب الزكاة. قال المصنف: كتاب الزكاة، أي في هذا الكتاب سوف أذكر لك جملة من الأحكام تتعلق بفريضة الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومنه: أقتلت نفسا زاكية، في القراءة الثانية زكية يعني خيرة. فالزكاة تدل على النمو وعلى الزيادة، هذا من ناحية اللغوية. ثم نقلها الشرع بهذا المعنى إلى معنى معين، فتعريفها في الشرع هي أخذ مال مخصوص من مال مخصوص، ويعطى لشخص مخصوص في وقت مخصوص. فهي عبارة عن أخذ جزء من مال، وليس من كل المال، وإنما من بعض الأموال، وتعطى لبعض الناس. وأما ثبوت وجوبها أو في حكمها، فإنها واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فما من آية في كتاب الله أمرنا فيها بالصلاة إلا قرنت معها الزكاة، ولم يفرق بين الزكاة وبين الصلاة في كتاب الله عز وجل. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والإيجاب بالزكاة، ومنها الحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر. وأما الإجماع فقد وقع الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ونذكر هنا حديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وارتد من العرب من ارتد، منع قوم منهم الزكاة وقالوا: كنا نعطي الزكاة لمحمد، لأن صلاة محمد علينا طهرة، وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، وأما أنت يا أبا بكر فليست صلاتك علينا كصلاة محمد علينا، فامتنعوا من أداء الزكاة. فلما وجدت هذه القضية اختلف الصحابة على قولين. القول الأول يقول أنهم يعذرون في ذلك، والقول الثاني أنهم لا يعذرون ويجب عليهم أداء الزكاة وإلا قوتلوا عليها. فأما القول الأول فقد انفرد به الصحابة قاطبة، وأما القول الثاني فقد انفرد به أبو بكر وحده. يقول أبو هريرة: فجرت مناظرة بين أبي بكر وعمر، فقال عمر لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل ناسا قد شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنك تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها منعوني من أموالهم وأنفسهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: أولم يقل إلا بحقها،
فوالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، ووالله لو منعوني عناقا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله لا قاتلتهم على ذلك. يقول عمر رضي الله عنه: فعلمت أن الله قد فتح على أبي بكر في ذلك وأنه الحق، فرجع الصحابة كلهم إلى قول أبي بكر واجتمعت كلمتهم ووقع الاتفاق على وجوب قاتل مانع الزكاة. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين وفي السنن، ودلالة الحديث على وجوب الزكاة وأن من منعها يقاتل دلالة واضحة في ذلك. هذا الحديث يقول العلماء تستنبط منه 13 فائدة، 13 فائدة استنبطت من هذا الحديث، وهذا الحديث لم يأتي في الموطأ، لهذا نذكر هذه الفوائد لأنها من باب ذكر النظير مع النظير. فأول فائدة من هذا الحديث استدل به على وجوب الزكاة، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني استدل بهذا الحديث على قتال مانع الزكاة، والأمر الثالث استدل بهذا الحديث على جواز المناظرة في العلم، لأنها وقعت مناظرة بين الصحابة فيما بينهم في الأحكام الشرعية. والأمر الرابع جواز مناظرة الإمام والولي الأمر في المسائل. وفائدة الخامسة المستنبطة من الحديث وهي جواز الاستدلال بالعموم في الأحكام الشرعية، فإن عمر قال له: كيف تقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس إلا حتى يقولوا، فهذا من باب العموم، فجواز الاستدلال بالعموم. والفائدة السادسة جواز تخصيص العموم، تخصيص العموم، فإن أبا بكر قال: ألم يقل رسول الله إلا بحقها، فهنا استثناء وتخصيص لهذا العموم. والفائدة السابعة وهو التخصيص بالقياس، تخصيص العموم بالقياس، وهو أن أبا بكر قال: قاس الزكاة على الصلاة، فدل على جواز تخصيص العموم بالقياس. والأمر الثامن وهو قتال تارك الصلاة، قتال تارك الصلاة، لأنه هو الأصل الذي قاس عليه أبو بكر. والأمر التاسع وهو أن خلاف الواحد في المسألة الفقهية لا يعتبر إجماعا، فإن أبا بكر وقف والصحابة كلهم في مكان في القول، فلا يعتبر إذا خالف واحد من العلماء في المسألة الفقهية أن يكون إجماعا ولا يلغى قوله، بل يعتبر قوله قادح في ثبوت الإجماع. والأمر العاشر وهو أن المسألة الفقهية، وهذه كلها تعتبر مسائل أصولية، أن المسألة الفقهية إذا اختلف فيها على قولين ثم اضمحل الخلاف فرجع إلى قول واحد يصدق عليه إجماعا، يعني يكون قولين ثم يتنازل أصحاب هذا القول ويقتنع بالقول الواحد فيصير قولا واحدا فيعتبر في هذه المسألة إجماعا، فهي المسألة هذه كان فيها خلاف ثم اتفق الرأي فصار إجماعا. فائدة العاشرة. طيب، الفائدة الحادي عشر فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلمه وشجاعته، ذلك الرجل الذي تقول عليه ابنته: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام إلى المنبر لا يكاد يكمل صلاته لبكائه، لكنه لما جاء في أحكام رب العالمين ما تنازل وثبتت شجاعته وفضله في ذلك. والأمر الثاني عشر وهو أن الخطاب إذا جاء في القرآن موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، فإن قول الله سبحانه وتعالى بالحديث الذي استدل أو الآية التي استدل بها أولئك وهو: خذ من أموالهم، فإن ليس المقصود به فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ، بل من ناب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر فإن له هذا الحق في أن يأخذ من أموال الناس الزكاة، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وإلى ذلك من الآيات التي وجه الخطاب فيها لرسول الله، فإن الأمة تابعة وداخلة في هذا الخطاب. وهذه الفائدة الثانية عشر. الفائدة الثالثة عشر وهي الأخيرة هي جواز أخذ
السخلة في الزكاة، فإن قال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقال، والعناق هو الصغير من الذي لم يبلغ في بهيمة الأنعام، وسوف نتكلم على هذه المسألة في موطنها. طيب، هذه فوائد ذكرناها لهذا الحديث لأنه عمدة في هذا الباب الذي هو في كتاب الزكاة. الزكاة وقت وجوبها الذي عليه المحققين أنها شرعت في السنة الثانية للهجرة، وأنها شرعت بعد زكاة الفطر، وزكاة الفطر شرعت بعد الصيام، فالزكاة في التشريع متأخر عن الصيام. قالوا الحكمة في ذلك أن الله أول شيء أمرنا بالصلاة والصيام، وكلاهما عبادتين بدنيتان، لأن النفس مهيئة بأن تقبل العبادة البدنية، وأما الزكاة فهي عبادة مالية أخرت لأن النفس في ذلك الوقت شحيحة بأن تخرج ما في يدها من الأموال، فلما انقادت للعبادة البدنية شرع الله من باب التدريج بالناس العبادة المالية، فلما قبلوا العبادة المالية شرع بعدها الحج، لأن الحج يجمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية. وأما من الحكمة ففي الزكاة من الحكم ما يعلم به إلا الله، وهي تدخل في حكمتين اثنين: حكمة راجعة إلى أصحاب الأموال، فإن الزكاة هذه مطهرة للنفس وخاصة من داء الشح، فقد جاء في الصحيحين أن الشح قد حمل من كان قبلنا على أن سفكوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم، فهي آفة كبيرة ولا تعالج إلا بهذه الفريضة التي هي فريضة الزكاة. والأمر الثاني وهو سد خلة الفقراء وسد حاجاتهم، وفي ذلك توزيع متساو للأموال في البلد وفي الدولة الإسلامية. طيب، نحن الآن قلنا إذا تلاحظون بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي يوجد شبهة تناقض. ليش؟ لأن المعنى اللغوي قلنا الزكاة هي الزيادة والنمو، لكن في الاصطلاحي قلنا هو أخذ، والأخذ يقتضي منه إيش؟ يقتضي منه النقص، فكيف تقول بأن الزكاة زيادة وهي في الأصل نقص؟ واضح الإشكال؟ طيب، قالوا يجاب على هذا الإشكال على أن الزكاة زيادة في المال الذي خرج في نفسه، يعني المال الذي خرج ووضع في يد الفقير هذا الذي يزكو، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل صدقة العبد ولا يقبل الله إلا طيبا، فيربيها ويربيها له حتى تصير كالجبال، كما يربي أحدكم فلوه التي هي النخلة الصغيرة، فإن الصدقة تقع في كف الرحمن فينميها حتى إذا جاء صاحبها يوم القيامة وجدها بهذا الحجم. فالزكاة يقصد بها إيش؟ المال الذي أخذ. وقيل يقصد بها النفس، النفس تتطهر وتتزكى، وهذا جاء في القرآن. وقيل بل الزكاة في نفس المال أنه يتطهر لوجود البركة فيه. وقيل الزكاة سميت زكاة وإن كانت فيها أخذ لأنه لا تؤخذ إلا من مال زاك، أي مال نام. لهذا سوف نقسم الأموال، التشريع الزكاة لا يمكن أن يكون في مال لا ينمو، الله لا يظلم الناس، إذا عندك مال وليس فيه نماء فإنه ليست فيه زكاة، ونتكلم على هذه إن شاء الله. طيب، هذه مقدمة قدمناها قرب كتاب باب الزكاة. بقيت مسألة واحدة وهي أن الألفاظ التي تدل على الزكاة في القرآن هي الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي العفو، ومنه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف، والنفقة تسمى الزكاة نفقة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى في الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهي الزكاة. والأمر الرابع وهي الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها، فهذه أربعة ألفاظ تطلق على الزكاة. الآن سوف نبدأ في ماذا قال المصنف في هذا الكتاب. نعم. وهي واجبة على كل مسلم
حر ملك نصابا ملكا تاما. طيب، يقول الفقهاء: كتاب الزكاة كامل يدور على قواعد، وهي أو على أسئلة الإجابة عليها يفقه هذا الكتاب. أول سؤال بعد ما عرفنا حكم الزكاة هي أو هو ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال التي تجب فيها. والأمر الثاني المقدار الذي يجب، والأمر الثالث لمن تجب، والأمر الرابع لمن تجب، لمن تجب الذين هم الفقراء، المال الذي تؤخذ منه، مقدار ما يؤخذ، الوقت الذي تؤخذ فيه، والشخص الذي يأخذها. فهذه أربعة أحكام سوف نوزعها على كلام المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال: وهي واجبة على كل مسلم. قال: وهي واجبة، حكم الزكاة واجب، وقلنا هنا الوجوب ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. طيب، إذا قلنا هي واجبة قد يكون هناك من ينكرها أو من لا يؤديها، فيقول العلماء: الناس في الزكاة على ثلاثة أقسام: قسم يؤدي الزكاة، اعتقد وجوبها وأداها في وقتها طيبة بها نفسه، فهؤلاء هم المؤمنون ويدخلون تحت مدح قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذا القسم الأول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. القسم الثاني وهم أقر بالوجوب إلا أنه امتنع من أدائها، أقر بالوجوب، قال بأن الزكاة واجبة لكن ما أعطيها، فهؤلاء هم الفساق، فالحكم الشرعي بأنهم إيش؟ فساق. هؤلاء الذين أقروا بوجوب الزكاة إلا أنهم لم يؤدوها لا يخرجوا في عدم تأديتهم للزكاة عن ثلاثة أحوال: إما أن يمتنعوا عن أدائها وهي وأموالهم ظاهرة، فهؤلاء يشدد عليهم ويضيق عليهم الإمام حتى يأخذها منهم، وإما أن يمتنعوا بقوة عن أدائها، فإذا امتنعوا بقوة وجب على الإمام أن يقاتلهم. الأول لا يقاتل وإنما يشدد عليه، الثاني إذا امتنع بقوة فإنه يقاتل. بقي معنا الصنف الثالث هو أن يخفيها، فإذا أخفى ماله ضيق عليه الإمام بالحبس فيحبس حتى يظهر ماله، فإذا ظهر ماله وهؤلاء الثلاثة إذا قدر عليهم اتفقوا على أنه يؤخذ من مالهم الزكاة. طيب، هل يؤخذ مال غير الزكاة؟ وقع الخلاف في ذلك. الذي عليه الجمهور على أن مانع الزكاة إذا قدر عليه الإمام يأخذ منه الزكاة فقط ويعزره لامتناعه عن أحكام الله، وذهب الشافعي في القديم وهو قول بعض العلماء على أنه يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، يعني نصف ماله، واستدلوا بالحديث الذي في السنن الذي هو حديث بهز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن امتنع عن أداها أخذت منه وشطر ماله عزيمة من ربنا، إلا أنه حديث متكلم في إسناده. والجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة أن الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حق في المال سوى الزكاة، فلا يجب في المال حق إلا الزكاة، فلهذا من امتنع وقدر عليه الإمام فإنه يؤخذ الزكاة فقط. هذا بالنسبة لمسألة وهي واجبة إذا اعتقد وجوبها وأداها. قال المصنف: وهي واجبة على كل مسلم حر. طيب، على كل مسلم، لما قال مسلم خرج معنا غير المسلم، وهذه المسألة باتفاق اتفقوا على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، وإنما الزكاة خاصة بمن آمن بالله وبمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، مانعي الزكاة، نعم، مانعي الزكاة قلنا إما أن قسم أداها وقسم اعتقد وجوبها
ولكنه منعها وفصلنا قلناهم ثلاثة. والقسم الثالث هو الذي أنكر وجوبها أصلا، قال هذه الزكاة ليست بواجبة. وهؤلاء قسمين، إما أن يكون الذي أنكر الزكاة حديث عهد بإسلام أو ممن يعدل بجهله كساكن البادية، فهؤلاء يعلمون لأن خفاء هذا الحكم عليهم ليس ببعيد، فيعلمون فإن أقروا وإلا حكم بكفرهم. والقسم الثاني هو ممن عايش المسلمين وكان من المسلمين وأنكرها، فهذا اتفقوا على كفره باتفاق لأنه قد أنكر شيئا قد علم من الدين ضرورة، وتجري عليه أحكام المرتدين، يحبس ويستتاب 3 أيام وإلا ضربت عنقه لأنه مرتد خارج عن الدين. هذا بالنسبة للأقسام الثلاثة. نعم. على كل مسلم حر. طيب، مسلم قلنا يخرج الكافر فلا يدخل معنا في ذلك. نعم. حر. طيب، إذا قلنا حر ماذا يخرج؟ يخرج العبد. العبد لا تجب عليه الزكاة، وإن كانت هذه المسألة خلافية ليست بمسألة اتفاقية مثل المسألة الأولى، وهي هل العبد تجب عليه الزكاة أم لا تجب؟ فقال قوم تجب عليه الزكاة، وهو قول السادة الأحناف وقول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، وقال الإمام مالك وقول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد لا تجب عليه الزكاة، رحمة الله على أئمتنا جميعا. وسبب الخلاف في هذه المسألة هل العبد تجب عليه الزكاة أم لا، هي راجع إلى مسألة هل العبد له السلطة بأن يملك أو ليست له السلطة بأن يملك. فإذا قلت بأن العبد يملك أوجبت الزكاة، وإذا أوجبت الزكاة إذا قلت العبد بأنه يملك لا تجب الزكاة، وإذا قلت بأن العبد لا يملك فتجب الزكاة على مين؟ على سيده، لأن العبد هو ملك لمن؟ لسيده. والمال إذا أضيف إلى العبد كأنه أضيف إلى إيش؟ إلى السيد. وسبب الخلاف في هذه المسألة هي مسألة أكبر منها، وهي هل العبد يلحق بالآدمية أو يلحق بالمتاع، لأن العبد لصاحبه الحق في أن يبيعه في أن يشتريه لأنه عبده، واضح المسألة هذه. طيب، هذا ملك الرقبة هذه هل تلحق هذه الرقبة بالآدمية؟ فإذا ألحقته بالآدمية فأجريت عليه أحكام الآدمية منها الملك، وإذا ألحقته بالمتاع لأنك تبيعه وتشتريه فإذن هو مثله مثل المتاع، فإذن والمتاع لا يملك لأنه لا تنسب للجمادات أفعال، فإذن هو لا يملك. فإذا قلنا إن العبد يملك وأثبتنا له الملك فلا زكاة في ماله. لماذا لا زكاة؟ لا، احنا قلنا الآن العبد عندنا العبد يملك أو لا يملك، قال قوم يملك وقال قوم لا يملك. طيب، الذين قالوا يملك قالوا لا زكاة، والذين قالوا لا يملك قالوا الزكاة. كيف؟ ما اتضحت؟ لا، مو العكس. إذا قلت بأن العبد يملك، لا، إذا قلت يملك فإذا المال خرج من يد السيد فإذا هو للعبد ولا تجب عليه لأنه ناقص، ولا تجب عليه لأنه ناقص. وأما إذا قلت هو لا يملك والمال لابد له من مالك، إذن بما أنه لا يملك فإذا ينضم المال إلى السيد فيجب الزكاة. واضح المسألة؟ تجب الزكاة على السيد إذا قلت بأن العبد إيش؟ لا يملك. العبد لا يملك، طيب عندنا مال، مين صاحبه؟ السيد، فإذن يجب، والسيد حر فإذن يجب عليه الزكاة. إذا قلت بأن العبد يملك، طيب إذن السيد خرج لأن هذا المال تابع لهذا العبد، جئنا إلى العبد، العبد لا تجب عليه الزكاة لذاته لأنه ناقص، لا يساقط عليه الحج، ساقط عليه الزكاة صلاة الجماعة وإلى ذلك، فتسقط عليه الزكاة لأن ملكه ملك ناقص. والإمام هنا قال من ملك ملكا تاما. واضح المسألة؟ طيب، هذه المسألة من ثمرات الخلاف فيها، إنسان عنده عبد ماهر محترف، مثلا دكتور عنده عبد دكتور، ونحن نتكلم على هذه المسألة وإن كانت قد فوقدت لكنها ثابتة في الكتاب والسنة،
وإلا أن في هذا العصر يعني تخلف هذا الحكم الذي هو حكم الرق إلا في بعض البلاد. إذا كان إنسان عنده عبد ماهر جيد، فجاء إنسان وجنى عليه وقتله، وقتل إيش؟ قتل العبد، فبماذا يلزم أو بماذا يضمن الذي جنى؟ الآن قلنا جنى عليه، لا نقول عمدا، لأن إذا قلت جنى عليه عمدا فيقع الخلاف. أبو حنيفة يقتل العبد الحر بالعبد، الجمهور الأئمة الثلاث لا يقتلون. طيب حتى نتنازل على المسألة الخلافية هذه، نأتي إذا قتله خطأ. إذا قتله خطأ تأتي هنا المسألة الخلافية المتفرعة. فإذا قلت بأن العبد وألحقته بالآدمية فإذن لابد أن يدفع الدية، وإذا قلت بأن العبد لا يملك وهو ملحق بالمتاع فيكون هذا الرجل قد أتلف متاع، فلابد أن يلزم بالقيمة، وممكن القيمة تكون أكثر من إيش؟ من الدية. فهنا من ثمرات الخلاف بين هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. طيب قلنا على كل مسلم حر، فيه صفة أخرى لم يذكرها المصنف لأنها عند الحنابلة لا يعتد بها، ألا وهي التكليف الذي هو البلوغ والعقل. فوقع المسألة أو الخلاف في هذه المسألة، هل الزكاة شرطها التكليف أم لا؟ فذهب السادة الأحناف رحمة الله عليهم إلى أن التكليف شرط في الزكاة. فإذا قلت بأن التكليف شرط في الزكاة فلا تجب الزكاة على الصبي ولا على المجنون. وإذا قلت بأن التكليف ليس شرط في الزكاة أوجبت الزكاة على الصبي وعلى المجنون، وهو قول الجمهور. فالذي ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة أن التكليف ليس بشرط، وإذا كان ليس بشرط فأوجب الزكاة على إيش؟ على الصبي وعلى المجنون. وذهب الأحناف، وإن كان السادة الأحناف عندهم تفصيل، يقولون بأن زكاة الفطر وزكاة العشر اللي هو الخارج من الأرض تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، وما عداه من أنواع الزكاة لا تجب. وسبب الخلاف بين الأحناف والجمهور في هذه المسألة هي الزكاة، هل هي عبادة بدنية أو هي حق في المال؟ فالأحناف يقولون إن الزكاة عبادة بدنية، فهي ملحقة بالصيام وبالصلاة، فلما كان المجنون والصبي لا تجب عليه الصلاة فكذلك الزكاة لا تجب عليه، واضح؟ ويقول الجمهور لا، إن الزكاة ليست عبادة بدنية وإنما هي حق مالي. أما رأيت أنه يجوز أن يخرجها الرجل عن أخيه؟ فلما جاز فيها النيابة دل على أنها متعلقة بالمال ولا وليست بمتعلقة بإيش؟ بالبدن، واضح المسألة هذه؟ وقول الجمهور هنا أقوى في إلحاق الزكاة بأنها حق مالي وليست بحق وليست بعبادة بدنية. الذي يوضح ذلك هو أن الرجل إذا وجدت عنده الزكاة، إذا وجدت عنده الزكاة وهلك ماله تسقط عنه الزكاة، فلما هلك المال سقطت الزكاة، دليل على أن الزكاة تابعة للمال وليست بتابعة للبدن. ويقرر هذا الحديث حديث عمر وإن كان متكلم في إسناده، والأصح أنه موقوف عليه، أنه قال: اتجروا بمال اليتيم كي لا تأكله الصدقة، اتجروا بمال اليتيم كي لا تأكله الصدقة. وثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كان في حجرها أيتام لأخيها أبي بكر وكانت تخرج زكاة أموالهم. فبمجموع هذه الأدلة يثبت على أن الصبي والمجنون يجب في ماله الزكاة ويتكلف وليه بإخراج الزكاة عنه. والذي يقوي هذا كذلك على أن العبادات أو على أن الأفعال في رب العالمين وفي الأشخاص هي على قسمين: عبادات تتعلق بالمال وعبادات تتعلق بالبدن. فما كان متعلق بالبدن شرطه التكليف، وما كان متعلق بالمال فليس من شرطه التكليف. مثال ذلك النفقات، الولد الصغير أو الصبي إذا تزوج امرأة وله مال يجب عليه أن ينفق عليها، حتى السادة الأحناف يوافقون في هذه المسألة. الصبي إذا كان له مال ثم جنى على شخص
أو أتلف شيء فإنه يضمن الإتلاف، لأنه من باب إيش؟ من باب المال. فكذلك الزكاة تخرج من ماله لأنها من باب المال لا من باب العبادة البدنية. نعم. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. ملك نصابا ملكا تاما، قال وهي واجبة على كل مسلم حر ملك النصاب ملكا تاما. هنا عندنا ثلاثة جمل، أنه يكون مالك، وأن يكون مالك لإيش؟ للنصاب، وأن يكون هذا الملك ملكا تاما. هذه المسألة تخرج لنا أولا عدم الملك، فالزكاة متعلقة بالمال المملوك، أما المال الذي ليس بمملوك فلا تجب فيه الزكاة. ما معنى هذه الجملة أو ماذا تقصد بهذه الجملة؟ نقصد بهذه الجملة المال الذي استفيد من غير طريق شرعي فإنه ليس بمال مملوك لصاحبه. رجل تعامل بمعاملة الربوية، مثلا رجل كان عنده في البنك 100,000 فتركها مدة سنة، بعد سنة مثلا وجدها 110، فإذا أراد أن يخرج زكاته وجب عليه أن يخرجها من 100، أما 10 التي استفادها فهي مال حرام لا يملكه، فإذا لا تجب عليه فيه الزكاة. رجل غصب مالا من رجل فلا تجب عليه أن يزكي هذا المال المغصوب، لأنه لا يدخل في حوزته لأنه مال حرام، وما كان حراما فالقاعدة الفقهية تقول بأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، الحكم إذا ما ثبت له الحكم الشرعي كأنه معدوم، وسوف نفصل في هذه المسألة في مسألة المال الربوي. فقال أن يملكه ملكا ملكا، هنا بالنسبة لمسألة الملك قال ملكا تاما. الملك التام هو أن يحوز الرجل المال حيازة تامة، فتخرج معنا إيش؟ المال الناقص. والمال الناقص على قسمين، هو أولا المال الذي مال الدين، أنت أعطيت لرجل مال قرضا، طيب فلك عليه في الذمة مال، طيب هل هذا المال أنت تملكه ملكا تاما؟ أنت لا تملكه ملكا تاما، فلهذا تسقط هنا الزكاة. وكذلك العكس، أنت لك أموال إلا أن شخص يطالبك بمال، فمالك الأصلي لا يسمى مال لأن ذمتك مشغولة بمال آخر، فكذلك هنا ليس هنالك زكاة. نحن نذكر الآن العموم وسوف نفصل إن شاء الله في ذلك. فقصد المصنف رحمه الله أن يملكه ملكا تاما حتى يخرج المال الناقص، وهو مال الدائن ومال المدين، وسوف نفصل فيهما إن شاء الله هل الدين يقدح في إسقاط الزكاة أم لا. بس نعرج على مسألة واحدة وهي التي تتعلق بلب موضوع أن يكون المال تاما، هي مسألة المال الذي عند الغير. أنت جاءك شخص وأقرضته مثلا 100,000، زين أقرضته 100,000، 100,000 الآن خرجت من ذمتك أنت لا تملكها وانتقلت إذا لذمة الشخص الآخر، فهذه 100 هل يجب فيها الزكاة أم لا؟ تنظر أولا إلى حلول الأجل، هل حل الأجل أو لم يحل. أنا أعطيتك مثلا 100,000 إلى مدة 10 سنوات أو مدة 3 سنوات، ولابد بأن يكتب أن يكتب الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أنا أقرضتك مالا لمدة سنة أو أقرضتك مالا لمدة سنتين، فينظر إلى هذا المال هل حل أجله أو لم يحل. إذا لم يحل أجله اتفقوا أنه لا زكاة فيه لأنك أنت لا تملكه، فطول هذه المدة لا يحق لك أن تطالبه بالمال لأن هذه المدة ليست من ملكك بل هي من ملكه. فإذا حل الأجل نظرت هل يمكن استردادها من هذا الرجل أم لا، فإذا كان رجلا معدم وليست عنده، أو أنه لم يكن معدم وإنما جاحد، فكذلك اتفقوا أنه لا زكاة في ذلك. لماذا؟ لأن المال معدم ولا يمكن أن تجب زكاة على مال معدم. أما إذا كان الرجل حل الأجل وكان الرجل ميسورا ويستطيع أن يرد المال
وأنت تستطيع أن تطالبه في أي لحظة فيرد لك مالك، فهنا اتفقوا على وجوب الزكاة، لأنه كونه عند الآخر ويمكنك المطالبة واسترداده كأنه داخل في حوزتك، فهنا تجب الزكاة. هذه المسألة عرجنا عليها كي حتى تتضح الصورة، وإن شاء الله سيعيدها المصنف في فصل من فصول كتاب الزكاة. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب، النصاب قلنا الملك والنصاب وأن يكون تاما. النصاب هو مقدارا معينا أوجبه الله، بحيث أنه إذا بلغ المال ذلك الحد وجبت الزكاة، وإذا لم تبلغ ذلك الحد فلا زكاة. هذا الذي يقصد بالنصاب، وسوف يفصله المصنف الآن. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. طيب، الآن أضاف لك حكما آخر وهو في الشروط، كل الآن هو يتكلم في الشروط، أن يكون نصابا، وأن يكون ملكا، وأن يكون الملك تام، وأن يحول عليه الحول. إذن هنا عندنا كم؟ 4 شروط. هذه الشروط كلها بعدين سوف يعرج عليها المصنف من باب التوضيح. فقلنا أن يكون مالكا، وأن يكون نصابا، وأن يكون تاما، وأن يحول عليه الحول. الحول هو السنة، ويقصد بها السنة القمرية وليست السنة الشمسية، فإذا حال عليه الحول وجب فيه الزكاة. إلا أن المصنف استثنى، قال إلا أن هذا الشرط ليس مضطرد في جميع أموال الزكاة، بل هو مخصوص بنوع معين. قال إلا، أداة استثناء، إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج. طيب، إلا الخارج من الأرض، هنا تضع نقطة، انتهى كلام المصنف. فقال ويشترط دوران الحول وحولان الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة إلا الخارج من الأرض. لما قلنا في البداية أن الله سبحانه وتعالى ما أوجب الزكاة إلا في المال الزكوي الذي هو مال نامي، يقول الفقهاء المال ينقسم 3 أقسام. عندنا مال نام لنفسه، وعندنا مال قابل للنماء، وعندنا مال لا نام بنفسه ولا قابل للنماء. فعندنا 3 أقسام. مال نام بنفسه الذي ينمو بنفسه مثل الأرض ومثل الحيوانات، فهذه تنمو بنفسها. وأما المال الذي هو قابل للنماء مثل الذهب والفضة والفلوس التي بأيديك، إذا هي موجودة هي قابلة بأن إذا بعت واشتريت أن تتطور، وإذا ما بعت واشتريت فإنها إيش؟ تبقى مثل ما هي، لكن قابلية التطور موجود فيها، التي هي عروض التجارة والنقدين الذهب والفضة. وعندنا القسم الثالث وهو المال الذي ليس بنام وليس بقابل للنماء، وهو كل مال اتخذ للقنية. كل مال اتخذ للقنية، يعني أنت ملكته من أجل أن تنتفع به لا من أجل أن تتاجر به. مثاله بيتك وسيارتك وحديقتك، فهذه أموال، إلا أن هذه الأموال هي لا يمكن أن تتطور. ليش؟ لأن أنت منفعتها مقصورة عليك، واضح؟ لهذا اتفقوا وأجمعت الأمة على أن الأموال التي ليست بنامية في ذاتها وليست قابلة للنماء أن الزكاة لا تجب فيها بالغا ما بلغت. رجل عنده 20 سيارة من أفخم السيارات، إلا أنه يستعملها هو وأولاده وإخوته، فهذه لا تجب عليه فيها الزكاة، لأنها أموال غير قابلة للنماء وليست بأموال نامية في حد ذاتها. واضح الآن؟ الآن عندنا إذن 3 أقسام. أخرجنا قسم من الأموال وهي الأموال التي اتخذت للقنية وللاستخدام الشخصي. بقي معنا نمعان: المال الذي هو نام في حد ذاته ينقسم على قسمين،
إما أن يكون نماؤه دفعة واحدة، وإما أن يكون نماؤه على دفعات، هو ينمو ويزيد، إلا أن الزيادة هذه تحدث في نفس اللحظة في دفعة واحدة، أو أن هذه الزيادة متكررة وكل مرة تأتي قليل قليل حتى يكتمل نموه. فما كان من مال نام إلا أن نموه دفعة واحدة فهذا اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط له الحول الذي قاله المصنف. فإذا كان المال نام في ذاته ونماؤه دفعة واحدة فلا يشترط له الحول، فبمجرد حصول النماء يجب الزكاة. طيب، ما هي الأموال التي هي بهذا الشكل؟ الزراعة و ليس ركاز، وإنما المعادن أو الخارج من الأرض، فكل ما يخرج من الأرض دفعة واحدة فإنها تجب فيه الزكاة ولا يشترط فيها الحول. قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فسقط الحول في هذا الزكاة لأنه يخرج دفعة واحدة. أما ما كان من مال نام في ذاته وإلا أن نماؤه على فترات، أو كان مال قابل للنماء، فهذا اتفقوا أنه يشترط له إيش؟ يشترط له حولان الحول. لهذا قال المصنف، قال جملة المصنف ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. شوف دقة المصنف رحمه، قال إلا الخارج، لم يقل إلا الزرع، إلا الخارج، فتفهم معنيين: الخارج من الزرع والخارج من المعادن، فهذه الاثنين لا تجب فيها الزكاة، وإن تجب فيها الزكاة في نفس اللحظة ولا يشترط حولان الحول. طيب، هنا عندنا مسألتين اثنين: لماذا نفرق بين المال النام في حد ذاته والمال القابل للنماء؟ واضح المسألة؟ واضح؟ طيب، قالوا التفرق بين هذين المالين هو أن المال النام في حد ذاته نماؤه تابع للملك، وأما المال الذي هو قابل للنماء نماؤه تابع للعمل، وبالمثال يتضح المقال: رجل غصب أو سرق، نقول غصب، سرق ماشية وسرق أرضا وسرق مثلا فلوسا التي هي ثلاثة أصناف، فهذه الثلاثة كثرت. رجل سرق غصب أرضا ثم استعملها وأفلحها فأنتجت خضروات وأنتجت خيرا، لمن يكون المال الذي نتج؟ لصاحب الأرض، للزارع. اتفقوا على أنها تكون لصاحب الأرض لأنها تابعة له، تابعة له، ولا عرق لظالم، والحديث في الصحيحين لا عرق لظالم. فإذا كان المال، وهنا ضابط الخلاف، فمن أخذ أرضا غصبا أو أخذ ماشية غصبا، جاء إلى ماشية الرجل وأخذها غصبا، ثم هذه الماشية بعد سنة تكاثرت، كانت عشرة صارت مثلا مئة، فإنه يلزم بأن يرد المئة. زين، هذا المال إيش؟ هذا المال النامي، سواء الأرض أو الماشية. المال القابل للنماء كعروض التجارة، رجل سرق من رجل 100,000 فذهب وفعل بها تجارة كبيرة وتاجر وكذا، ففي الأخير 100,000 صارت مليون، كم يلزم بأن يرد؟ 100,000. يلزم بأن يرد 100 فقط، ولا يرد أكثر من ذلك، لأن الخراج بالضمان ولأن الغرمة بالغنم. فهنا ضابط التفرقة بين المال النام في حد ذاته والمال الذي هو قابل للنماء. واضح المسألة؟ طيب، قلنا بما أن الله سبحانه وتعالى لم يظلم العباد وأوجب الزكاة لأن المال نام أو قابل للنماء، يقول الموفق رحمه الله ابن قدامة في كتابه المغني، نبه على مسألة دقيقة هي أصولية، وهي مسألة يفقه بها إيجاب الزكاة، وهي أن الله سبحانه وتعالى فرق، أوجب الزكاة مثلا
في الذهب والفضة وفي الماشية اشترط لها إيش؟ الحول. أما في الأرض وما تخرجه لم يشترط الحول. هنا ترجع إلى الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. فقلنا الزكاة تؤخذ من الأصل أنها تؤخذ في المال الذي زاد. أنت مالك موجود، فأرضك موجودة لكنها أخرجت خيرات، فالزكاة تؤخذ من إيش؟ من تلك الخيرات. كأنه يقول إن الزكاة ليست بقادحة في رأس المال، وإنما الزكاة متعلقة إيش؟ بالربح. هذا الربح الذي الله هو الذي قدر لك أنك تربح ولا تخسر، فتدفع جزءا شكرا لله منه. أما مالك الأصلي لا نقترب منه. طيب، إذا كان كذلك فقد أوجب الله الزكاة من الخارج من الأرض، لأن نماؤها دفعة واحدة. وأما الماشية والذهب والفضة وعروض التجارة، لما كان النماء ليس بمنضبط وقد لا يحدث في نفس اللحظة، أعطى الله مهلة مدة سنة، لأن مدة سنة هي كافية بأن يحصل هناك زيادة. نقرب المعنى. الله سبحانه وتعالى في رمضان أوجب أو أجاز لنا الفطرة والقصر والجمع. لماذا؟ لوجود المشقة، لأن المسافر لما يسافر تحدث له إيش؟ مشقة. فلوجود المشقة رخص لنا الله سبحانه وتعالى في الفطر وفي قصر الصلاة. طيب، إذن المشقة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم، إلا أن المشقة لا تلمس، فقد يكون مشقة عندك وليست مشقة عندي. فلما كانت غير ملموسة أحال الله على وصف ظاهر، ألا وهو السفر، فقال متى سفرت إذن أقصر وافعل. واضح؟ فكذلك الزكاة علقها الله في الإيجاب بوجود النماء والزيادة، إلا أن النماء والزيادة هذا وصف لا يمكن أن يتحقق ولا يظهر، فأحال الله على مدة سنة، فنزل مدة السنة والحول منزلة إمكانية إيجاد النماء في ذلك. واضح؟ نعم. اقرأ. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. طيب، المسألة الأولى التي هي إلا، هنا استثنى المصنف أصلا عاما وقال يشترط حولان الحول في الزكاة إلا في الخارج من الأرض، فإنني لا أشترط فيه إيش؟ الحولان، وإنما زكاته في نفس اللحظة. أضاف مسألة أخرى تسمى عند الفقهاء بمسألة التبع وليست بأصل استقلالا، قال إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح. طيب، ونماء النصاب من النتاج والربح، ونماء النصاب والناتج من الربح، فإن حوله حول أصله ولا يتبع فيه حولا مستقلا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يسميه الفقهاء بالمال المستفاد. أنت عندك مال مثلا، وإن كان المال المستفاد نذكر التقسيم حتى تتضح الفكرة، المال المستفاد على ثلاثة أقسام. أن يكون المال المستفاد من جنسه، مثلا إنسان عنده يملك 40 شاة، في خلال السنة 40 شاة هذه صارت 80، فإنه يزكي إيش؟ يزكي 80. طيب، لكن هو كان يملك فقط 40، اللي حال عليه الحول كم؟ 40. أما 40 الثانية فممكن واحدة ولدت بعد 6 أشهر والأخرى ولدت بعد، فهذه التي قالها المصنف المتوالد، هذه لا يمكن أن تتبع، لا يمكن أن يستأنف بها حولا، لأنها من جنس أصلها، فما كان من جنس أصله فإنه لا يحدث له حول لنفسه، وإنما يتبع إيش؟ أصله. هذا في مسألة إيش؟ أعد الجملة. وكذلك قال إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح. من النتاج الذي قلناه، الإنسان مثلاً
زكاة الغنم تجب في 40، طيب تجب في 40، إنسان ملك اليوم 40، إذن من اليوم يبدأ يعد بأن قد بلغ النصاب، في خلال قبل أن تحول عليها السنة 40 هذه صارت 100، فإذن يزكي 100 وإن كانت 60 لم يحل عليها الحول. لماذا؟ لأنها هذه جاءت عن طريق التوالد. هذه المسألة الأولى، إذا كان المستفاد من جنسه فكذلك الربح. الرجل دخل إلى التجارة وعنده 100,000، فبدأ يتاجر يتاجر يتاجر، في خلال السنة صارت 300,000. 200,000 هذه نجزم بأنه ما حال عليها الحول، وإنما الحول فقط حال على إيش؟ على 100، لكن 200 هذه نتجت عن طريق الأصل، فلهذا لا يستأنف بها حولا لنفسها، هذا إذا كان من جنسه، وهنا باتفاق. المسألة الأخرى هي إذا استفاد مالا من جنسه لكن ليس عن طريق التوالد، مثال أنت كنت تملك 40 شاة، في نصف السنة أهدى لك أخوك 40 أخرى أو اشتريت 40 أخرى، طيب إذا حال الحول ماذا تزكي؟ 40 الأولى. هنا وقع الخلاف، إذا كان المال من الجنس، من نفس الجنس، إلا أنه استفيد لا عن طريق التوالد وإنما استفيد بطريق آخر. وأقرب مثال إليها مسألة الراتب في وقتنا المعاصر، مسألة الراتب، أنت راتبك 15,000، طيب 15,000 بالغ النصاب يجب فيها الزكاة، كل شهر ينزل لك إيش؟ 15,000، في خلال الشهر من 15 هذه أنت لا تصرف 15، مثلا تصرف 5، يبقى لك كم؟ 10 بالغ عليها النصاب. طيب في اليوم في الشهر الأول بلغ عليك النصاب ويبدأ لك الحول، في الشهر الثاني أضيف إليك 10 أخرى، في الشهر الثالث، طيب لما يحول عليك الحول في الشهر الثاني عشر، في الشهر الثاني عشر الحول حال على ماذا؟ أول المال، حال فقط على العشرة الأولى، أما العشرات التي استفيدت بعدين لم يحول عليها الحول، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ واضح الصورة؟ هنا وقع الخلاف بين الجمهور وبين السادة الأحناف. نبدأ بالسادة الأحناف رحمة الله عليهم، يقولون المال إذا زادت عليه زيادة واستفيد لكن لا عن طريق التوالد وإن من جهة أخرى وكان من جنسه، فالعبرة بالأصل، فإذا حال الحول على الأصل فيكون إذا جاء الحول يزكى كل ماله. واضح؟ مثلا أنت مثل نفس المسألة هذه، تملك 15 تصرف 5 يبقى لك كم؟ 10 في أول الشهر، في شهر واحد، في شهر 12 على الهجري، في شهر 12 على السادة الأحناف كم تزكي؟ تزكي 120، تحسب كم وتخرج زكاة مالك. الجمهور الأئمة الثلاث يقولون لا، المال إذا لم يكن مستفاد مثل ما قال المصنف من نفسه عن طريق التوالد أو عن طريق النصاب فلكل مال حول يخص به. واضح؟ إلا المالكية، المالكية عندهم تفصيل، يقولون المال المستفاد إذا كان من عروض التجارة أو من الأمور الظاهرة مثل الزروع ومثل النتاج فيقولون فيه بقول أبي حنيفة، وأما ما كانت من الأمور المخفات كالذهب والفضة وعروض التجارة فيقولون فيها بقول الجمهور، يعني تزكى لكل واحدة منهم. كلا القولين لما تمرت الخلاف في الأخير سوف تخرج الزكاة نفس المال، إلا أن تخرج على دفعات. الذي أدركت عليه مشايخنا أنهم كانوا يختارون قول السادة الأحناف، قول الأحناف في هذه المسألة وجيه، وهو أبعد لوجود الحرج وأبعد للاضطراب في إخراج الزكاة، لأن كأن السادة الأحناف يقولون نحن نسهل عليك ونجعل لمالك كله نصابا حولا واحدا، وأما الجمهور 120 هذه كل شهر تخرج 10،
تزكي 10. طيب بعد السنة يكون نفس الزكاة، إلا عند الأحناف أخرجتها دفعة واحدة، وعند الجمهور إذا أخرجتها إيش بدفعات، لكن إذا أخرجتها دفعة واحدة سهل عليك الأمر ولم تقع في إيش في اختلال، وهذا ما يسميه الفقهاء بزكاة الراتب، وهذا الذي تكلم عليه المصنف وقال هو المال المستفاد. وقلنا المال المستفاد على ثلاث: إما أن يكون من جنسه متواردا فاتفقوا على أنه يضم إلى أصله كربح التجارة وكالمتوالد من الأغنام، وإما أن يكون من جنسه إلا أنه استفيد بطريقة أخرى كشراء أو هبة أو بيع، فهنا وقع الخلاف. والمسألة الثالثة أن يستفيد مال لا من جنسه أصلا، مثلا كان عندك 40 من الغنم فاشتريت 30 من البقر، فلا تضم هذه إلى هذه لاختلاف الجنس، وهذا باتفاق. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. طيب، هنا ذكر المصنف الأمور أو الأموال التي تجب فيها الزكاة، فالقبل كان يتكلم على الشروط، الآن دخل في لب الموضوع ما هي الأموال. طيب، أنت بينت لي الآن الشروط، طيب ما هي الأموال التي إذا تحققت فيها هذه الشروط وجب الزكاة؟ قال المصنف: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، نعم، والخارج من الأرض، نعم، والأثمان، نعم، وعروض التجارة. طيب، قال المصنف رحمه الله: لا تجب الزكاة في كل مال وإنما الأموال الأربعة. والأموال الأربعة هذه نرجع إلى نفس التقسيم الذي ذكرناه، هي أموال إما نامية في حد ذاتها أو أنها ما أموال قابلة للنماء، وهي 4. طيب، الأول هو السائمة من بهيمة الأنعام، طيب هل هذه نامية أو قابلة للنماء؟ نامية. نامية. الثانية والخارج من الأرض. الخارج من الأرض نام في حد ذاته ولا قابل؟ نام، نام بذاته، الله يفتح عليك، نام. والأثمان. طيب، والأثمان قابل، قابلة لأنها عروض التجارة. وعروض التجارة. وعروض التجارة. طيب، المسائل الثلاث الأواخر متفق عليها، فاتفقوا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، وعبر بالخارج حتى يدخل معنا المعالي، واتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة وفي الأثمان. وقع الخلاف في المسألة الأولى التي عبر عنها بقوله السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة ذكر وصفين، سائمة وأنها من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي 3: البقر والغنم والإبل، هذه تسمى بهيمة الأنعام. وسمي البهيمة بالبهم لأنه لا يفهم عليها في نطقها. طيب، هذه 3 اتفقوا على وجوب الزكاة فيها، إلا أن المصنف قال السائمة. السائمة مأخوذة من السوم، والسوم هو الرعي، لهذا قال الله سبحانه وتعالى فيه تسيمون في الشجر في القرآن، فيه تسيمون أي فيه ترعون. الغنم والبقر والإبل التي تسوم، التي ترعى، فإذا قلنا السائمة ماذا نخرج؟ نعم، هو أكيد نخرج غير السائمة، لكن ما هي اللي يشتري لها؟ إذا قلنا غير السائمة تخرج المعلوفة، المعلوفة التي يؤكلها صاحبها. أنت عندك 100 من الغنم تجب فيها الزكاة، لكن أنت لا تطعمها وإنما أنت تتركها ترعى في أرض الله، فهذه التي تجب فيها. عندك 100 من الغنم إلا أنك وضعتها في حظيرة وتشتري لها الأكل وتطعمها، فهذه لا تجب فيها الزكاة. هذا قول المصنف رحمه الله تعالى في سائمة الغنم. طيب، صفة السوم هل هي صفة معتبرة تسقط الزكاة أم ليست بصفة معتبرة؟ فاتفقوا على وجوب الزكاة في الغنم والإبل والبقر التي تسمو، واختلفوا في المعلوفة، فذهب السادة الأحناف والشافعية والحنابلة ورحمة الله عليهم أن الزكاة ساقطة في بهيمة الأنعام المعلوفة، وقال المالكية رحمة الله على الجميع إن المعلوفة لها حكم السائمة. واضح؟ طيب، واضح المسألة؟ طيب، سبب الخلاف في ذلك هو أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي
الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. فقالوا هنا علق الوصف، علق الحكم الشرعي على وصف، فدل على أن هذا الحكم يثبت بثبوت الوصف ويسقط بسقوط الوصف، فأنه قال تجب الزكاة في الغنم السائمة، فإذا سقط السوم سقطت الزكاة. هذا مذهب الجمهور ودليلهم. أما المالكية فاستدلوا بالعمومات وهي كثيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في كل 40 شاة شاة، وقال في ليس فيما دون 5 من الدود صدقة، فأطلق في معظم الأحاديث وهي أصح، وأطلق بدون أن يقيد بإيش؟ بصفة السوم. فقالوا هنا نحن نأخذ بالعموم ولا نأخذ بتلك الصفة. مذهب الجمهور يقولون هذه أدلة عامة وهذه أدلة مقيدة ومخصصة، فنحمل المقيد على المطلق والمخصص على العام، فكل ما جاء من أحاديث مطلقة قيد بهذا الحديث الذي اشترط فيه السوم. هذا مسلك الجمهور. المالكية يقولون لا، اشتراط السوم، اشتراط السوم هنا أولا نحن نقول بأن هذا خرج مخرج الغالب، وإذا الصفة خرجت مخرج الغالب لا يعتد بمفهومها، هذا أولا. ثانيا لما أنت أسقطت الزكاة عن المعلوفة، أسقطتها بالمنطوق أو بالمفهوم؟ أسقطناها بالمفهوم، فتح الله عليكم. واضح إيش معنى المنطوق والمفهوم؟ الآن عندنا النص، النص الشرعي من كلام رسول الله أو من كلام رب العالمين، إما أن يدل على الحكم بمنطوقه في الغنم السائمة زكاة، منطوق نطق به الشرع أن الزكاة تجب في إيش؟ في السائمة. يفهم منه وهو الحكم المختفي وراء النص المنطوق هو المفهوم، وهو بأن المعلوفة لا زكاة فيها. رسول الله ما قال إن المعلوفة لا زكاة فيها، وإنما قال السائمة فيها زكاة، فأنت فهمت. جميل. فهنا عندنا تعارض منطوق ومفهوم. ما هو المنطوق؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة عام، وهو منطوق. أنت استدليت بإسقاط الزكاة عن السائمة بالمفهوم، والقاعدة تقول إن المنطوق يقدم على المفهوم، هذا أول. والسادة الأحناف أصلا لا يقولون بالمفهوم، مفهوم المخالفة أصلا لا يقولون به. هذا الأمر الثاني. صفة السوم هنا وإن كانت صفة يعلق عليها الحكم، إلا أن الصفات إذا خرجت مخرج الغالب لا يعتد بها. ما معنى خرجت مخرج الغالب؟ يعني أنها تذكر بحيث أنه لا تقصد. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب إنسان ما خشي إملاق يجوز يقتل ولده؟ ما يجوز. فإذا صفة الخشية الإملاق هنا ليست صفة مقصودة يناط بها الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما أراد التحصن نكرهها على البغاء؟ لا، لا يقال بذلك. فهذه صفات خرجت مخرج الغالب. فالمالكية يقولون إن صفة السوم أولا هو من باب المفهوم، ثانيا هي من باب ما خرج مخرج الغالب. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الغنم السائمة زكاة كما يقول الإمام مالك وهذا مذهب أهل المدينة، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، هل كان يوجد على عهد رسول الله من كان يطعم الأغنام والأبقار والإبل؟ ما كانت موجود. البلاد حجاز أصلا لا يوجد فيها إلا ما ترعى به الأغنام، فالسوم كانت هي الصفة الموجودة، فلهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الغنم السائمة زكاة. واضح الدليل؟ من ناحية الدليل، من حيث توجيه الأدلة قول المالكية أقوى.
ولا تكاد تتناطح الأدلة مع أدلة الجمهور مع أدلة المالكية، إلا أن قول الجمهور يقول به كافة أهل العلم، يقول به كافة أهل العلم، والعدول عن الكافة صعب خاصة في باب الترجيح، العدول عن قول الكافة صعب في ذلك. وإن كان القول بقول المالكية أخذ بالاحتياط، لأن المالكية إذا أخذت بقولهم لا تضر، لكن إذا أخذت بقول الجمهور ممكن أن، لأن المالكية يوجبون عليك الزكاة في المعلوف، واضح؟ والترجيح يصعب في هذه المسألة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن سوف نتكلم على قول الجمهور على أن السائمة ليست فيها، على أن المعلوفة ليست فيها زكاة. إذا كانت كذلك فيقول الفقهاء إن بهيمة الأنعام على أربعة أقسام: بهيمة الأنعام سائمة، وبهيمة الأنعام معلوفة، وبهيمة الأنعام معلوفة إلا أنها يتاجر بها، وبهيمة الأنعام معلوفة إلا أنه يستفاد من صوفها ومن حليبها وألبانها. وهذه أربعة أقسام لا تخرج بهيمة الأنعام منها. فالقسم الأول بهيمة الأنعام سائمة، فهذه اتفقوا على أنه يجب فيها إيش؟ الزكاة، وزكاتها زكاة بهيمة الأنعام. القسم الثاني بهيمة الأنعام المعلوفة التي تعلف، فهذه تسقط الزكاة فيها على قول الجمهور. بهيمة، سوف نتكلم على هذا، بهيمة الأنعام التي هي سائمة لا نقول معلوفة، لأن إذا كانت معلوفة سقطتها الزكاة. بهيمة الأنعام سائمة إلا أن صاحبها اكتسبها من أجل التجارة، اكتسبها للتجارة، فهذه تجب فيها الزكاة، لكن لا، ليس زكاة الأنعام وإنما زكاة التجارة. رجل عنده، عندنا رجلان، رجل عنده أربعون شاة سائمة بس يملكها، ورجل عنده أربعون شاة يتاجر فيها يبيع ويشتري. فعند حولان الحول الذي اشتراها أو الذي تسوم عنده ولا يقصد بها التجارة يخرج فيها إيش؟ شاة واحدة، لأنه في كل أربعين شاة شاة. أما هذا فلا يقومها، فلا يخرج زكاة شاة، وإنما يقومها كاملة ثم يخرج الثمن، لأنها إيش؟ لأنها تجارة، واضح؟ أما القسم الرابع وهو الذي زكاة الأنعام وهي سائمة إلا أنها صاحبها يستفيد من صوفها ولبنها، مثل الآن المزارع، يعني في المزرعة تجد 100 بقرة أو 1000 بقرة لكن هو ما يتاجر بها، كما أنه ليست من باب القنية وإنما من باب أخذ إيش؟ منافعها، فتجب الزكاة على المنافع إذا باعها وحصل ثمنها، وسوف نفصل إن شاء الله في هذه المسائل. المسألة بقيت الآن حتى نكمل بها الجملة، هي قال السوم. طيب، السوم وهو الرعي، هل شرط السوم في كل السنة أو بعد السنة أو أكثر السنة أو ماذا؟ هنا السؤال، واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ ما اتضح. الآن أنت اشترطت السوم، اشترطت السوم الذي هو الرعي، واشترطت في نفس الوقت مدة سنة، فهل السوم هذا في خلال كل السنة تكون سائمة أو لا؟ يأتينا السؤال، مثلا إنسان يعلف، أعلف غنمه مدة 3 أشهر بعدين تركها في إيش؟ في المرعى. هنا لإشكال، إذا كانت الغنم لم تتحقق فيها صفة السوم، جاءت سوم وجاءت إيش؟ معلوفة، لأنها إذا علفت في طوال السنة لا زكاة، وإذا سامت في طوال السنة ففيها الزكاة. أما إذا تدخلت الصفتان فما هو الحكم؟ الذي عليه السادة الأحناف والحنابلة العبرة بالأكثر، فإذا سامت أكثر ففيها الزكاة، وإذا أعلفت أكثر فلا زكاة فيها. وأما مذهب الشافعي، لا، مذهب الشافعي ينظر إلى الاستقلال، فإذا ثبت استقلالها بالعلف سقطت فيها الزكاة،
ما معنى الاستقلال؟ يعني الأكل، يعني هو إذا أطعمها مدة 3 أيام، لأنها لا يمكن أن تعيش أكثر من 3 أيام بدون أكل، فإذا أطعمها مدة 3 أيام سقطت الزكاة ولو سامت كل السنة. واضح قول الإمام الشافعي؟ فالشافعي ينظر إلى العلف، وأبو حنيفة وأحمد ينظران إلى الوقت، فيغلبان الأكثر على الأقل. واضح المسألة؟ نعم، واصل ما قال المصنف. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. طيب، بعدما بين لك الحول وكذا، قال ترى هذا الحول أو هذه الأموال التي ذكرت لك لا تجب إلا إذا بلغت الحد الذي سوف أبينه لك فيما بعد، ولكل نوع من هذه الأربعة نصاب معين سوف يتكلم عليه المصنف. نعم. وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. هذه المسألة تسمى مسألة الوقص. الوقص ما معناه؟ الآن حددت لي النصاب، حددت لي في الغنم 40. طيب أنا ما عندي 40، أنا عندي 60. 20 هذه ما هو حكمها؟ مثلا في 20 مثقال في الذهب زكاة. طيب أنا ما عندي 20، عندي 21. طيب الواحد هذا كيف يزكى؟ هذا يسمى إيش؟ الوقص. وهو الوقص في التعريف الفقهي هو ما بين الفريضتين. النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم قال من 41 شات، من 40 ل80 شاتين. طيب أنا عندي 60، 60 لم من بعد 40 شات، من 41 شات. نعم، من 41 شات، إذا ملك 40 ففيها شات، من 41 أو تعبر عنهم، لا، لأن من 40 إلى ما فوق إذا بلغت الوقص الثاني وجبت فيها شتين، وجد فيها شتان. نعم. طيب نحن نتكلم إذا زاد عن الوقص، زاد عن الفريضة الأولى ولم يدخل في الفريضة الثانية. طيب هذا يسمى إيش؟ الوقص. ما هو حكمه في الزكاة؟ قال المصنف فلا شيء في أوقاصها. فلا شيء في أوقاصها بالنسبة ل بهيمة الأنعام، وليس راجع إلى زكاة الأرض ولا إلى التجارة ولا إلى الذهب والفضة، فإن الأخرى تجب فيها الزكاة في الأوقاص، فالأوقاص لا تجب في بهيمة الأنعام. واضح المسألة؟ طيب أعد الجملة. وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا تجب في أوقاصها. إلا السائمة، كأنه استثنى بهيمة الأنعام، فإنها لا تجب في أوقاصها. وفي هذا القدر كفاية، والصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.